بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا فيكم. درس جديد من دروس دورية الفوتوشوب المقدمة من قبل فريق اسوس، معكم خلدون يلداني. ضمن هذا الدرس نحن حنحكي عن شيء اسمه ابعاد الصورة، دايمنشنز تبع الصورة. هلا في حال كان عندنا هي الصورة نحن فاتحينها وبدنا نشوف شو ابعادها، يعني شو الطول وشو العرض تبعها. غالبا نحن بنتعامل مع الصور بالبكسل كابعاد، يعني العرض والطول الواحدة تبعه بيكون بكسل. فلو جينا على الخيار من هون image، اخترنا image size، بتطلع لنا نافذة فيها عرض الصورة مثل ما لكم ملاحظين عم ناخد الواحدة بيكسل، عرضها 1920 بيكسل وارتفاعها 1080 بيكسل. ايضا هاي النافذة بقدر اوصلها بالاختصار control و alt و i، ايضا بتطلع لي نفس النافذة. طيب لو افترض انه انا بدي اغير العرض تبعه، مثلا بدي ساوي العرض تبعه 800 بكسل، فشوفوا كيف الصورة حيصغر العرض تبعه لكن حتنشط، يعني حتنضغط الصورة. انا بدي قلل العرض تبعه بنفس الوقت يقلل الارتفاع لكن بنفس النسبة. اذا حنكبس هلا كنترول زد ونرجع نكبس على كنترول الت و I لتطلع لنا الـ image size، نافذة تغيير الحجم. وبدي خلي العرض يصغر نفس الوقت يصغر الارتفاع كنسبة وتناسب، يعني لحاله يحسب لي هذا الموضوع من خلال خيار اسمه constrain. هذا هو الخيار، بنضغط على صح هون. فأنا وقت صغر الارتفاع، لاحظوا انه هون طلع لنا انه في ارتباط بين العرض والارتفاع، فاذا بدي صغر العرض ساوي 800 لاحظوا انه الارتفاع كمان عم ينقص. فهلا وقت اضغط اوكي الصورة حتصغر لكن ضلت محافظة على النسبة او ريشيو بين العرض والارتفاع. هلا لنفترض انه انا بدي افتح صورة جديدة، بدي اعمل ملف جديد، انا بدي اسوي كفر هلا للفيسبوك، كفر لصفحتي الشخصيه مثلا. فبكبس كنترول ان او فايل نيو، بيطلع لي نافذه منها بحط اول شيء اسم الملف، مثلا انه ماي كفر، هي سمينا اسم الملف. هون بقى بختار انا الابعاد تبع الصوره، العرض والارتفاع. هلا الفيسبوك عادة الكفر تبعه عرضه 151 بكسل وارتفاعه 315. إذا الارتفاع 315، فهذا هو أبعاد الكفر بالفيسبوك. نفترض نحن حنساوي كفر هيك شلون ما كان، هذا على اساس كفري بالفيسبوك. هلا اجيت بدي غير، اضطريت انا مثلا غير الابعاد بهي الصوره، فبكبس كنترول والت واي بيطلع لي الابعاد. طيب تعال شوف شو في شغلات ثانيه بالنافذه. في عندنا شيء اسمه دوكيمنت سايز، هي العرض تبعه بسنتي اذا بدي اياه، والارتفاع، وهي الريزوليوشن. هذا الحكي بيهمنا اكثر شيء بالنسبه للمطبوعات، يعني انا وقت بدي اعمل صورة تروح للمطبع وتنطبع، مثلا كان بروشور او مجلة او يلي هو، فيفضل الريزوليوشن تكون يفضل 240 او 230. هلا لو بدي انا ابعاد الصورة بالسنتي اتحكم فيها، فانا هون فيني اختار الواحدة، مثلا انا عم ساوي ارما او عم ساوي هيك ستاند او بروشور، ففيني اختار الابعاد مثلا بالسنتي مو بالبكسل، بالسنتي مثلا نفترض انه هي مترين مثلا 200 سنتي والارتفاع مثلا 90 سنتي، هي عبارة عن ارما 200 سنتي عرضها وارتفاع مثلا 100 سنتي. وفيني هون الريزوليوشن مثل ما قلنا نساوي افضل شيء 240. انت بالبدايات ما حتستخدم كل هالخيارات، يعني في شيء بتعلم الفوتوشوب او بتعلم اي شيء له علاقه بالكمبيوتر، شيء اسمه الاساسيات اللي انت حاليا تبلش شغل فيه، ومستقبلا بقى انت حتصير تتعامل مع هذه الكلر مود،
وهي ايضا حتتعامل مع هن 8 بت ولا 16 بت. لكن اللي بهمنا حاليا هن تصميم صور مثلا للمواقع او للسوشيال ميديا، فانا بتحكم بالعرض والارتفاع من اثناء انشاء الصورة او بعد ما انشئ الصورة، فيني ارجع اعدل العرض والارتفاع من كنترول والت واي. هيك بيكون انتهى هذا الدرس، الى اللقاء.